السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كريم بنزيما، وين يفاجئ مشجعين الاتحاد السعودي برسائل نارية. وين عاد كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي للظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي وليس عبر الملاعب بسبب غيابه عن اخر مباراتين لفريقه امام الفيصلي في الربع النهائي كاس خادم الحرمين الشريفين وضد الطائف، لقاء مؤجل من عن الجوله 19 من الدور السعودي. يعني وتحدث عن بعض الأخبار والتقارير حول تفكير الدولي الفرنسي السابق في الرحيل عن العميد والدوري السعودي بسبب مواجهته لبعض المشاكل في فريقه. شو راح تشوفوا لكم على بالكم؟ بنزيما 2018 كرة كوب دي موند كان يدخل مع الأساطير، خاطر على كريم بنزيما ضرب خاصته كوب دي موند برك، لعبها 2014 وصل كارديو فينال خسر مع الالمان 1-0. على بالك بلي كانت خاصته كوب دي موند، كرفة كوب دي موند مع الاساطير، خاطر دا كوا كوزات لعب تال 2024. على بالك كان غادي اللاعب الوحيد كو لعب 2010 2014 2018 و 2022 ربع مشاركة ربع خطرات كوب دي موند وداي وحده، كان غادي يدخل مع الاساطير. الله غالب خاطر دا كاع المشتقات تاع التتويجات داهم كاع في كرة القدم، دا الجوائز ومشتقاتها هذيا. وتتحدث بعض الأخبار والتقارير حول تفكير الدولي الفرنسي السابق في الرحيل عن العميد والدوري السعودي بسبب مواجهته لبعض المشاكل في فريقه. وأشارت تقارير أخرى إلى أن الحكومة يملك علاقة متوترة مع مدربه في الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو، وذلك بعدما دخل في أزمة مع المدرب السابق للاتحاد نونو سانتوس، والذي أدت إلى إقالة هذا المدرب من منصبه. كريم بنزيما يواجه رسائل قوية لمنتقديه. يعني وجه كريم بنزيما في منشور وضعه عبر حسابه الشخصي انستغرام رسائل لبعض الأطراف التي تنتقد أداء المقدم من طرفه مع نادي الاتحاد في الدور روشان السعودي. بصح نعبر الصح على ما تبقى تشوف تاع الاتحاد ما جابوا لي زاتاكو، بصح كان خاصهم في لاطاك، ما عندهمش ديفونس، والله ما يسعوا ديفونس، نادي هذا ما عندوش لا ديفونس. انا نقول لكم ما ونشر بنزيما هذه الرساله بالتزامن مع وضعه لصوره في حساب الانستغرام ظهر خلالها في وجه مجله غاو الفارق، يعني فرع الشرق الاوسط لشهر فبري. وقال الحكومة في رسائله: بالنسبة للعديد من الناس وجود رقم 9 على قميص يعني تسجيل 50 هدف في الموسم، لكن بالنسبة لي هذا يعني أنني واحد من 11 لاعب، ويجب أن أفعل كل ما لدي لمساعدة الفريق على التسجيل والفوز. الناس كريم بنزيما يثير الجدل برسائل كبيرة. وفي رسالته حول كريم بنزيما تذكير الجميع بالصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الكروية، وقال: أريد أن يتذكروني الناس كشخص بدأ من القاع وشق طريقه إلى القمة بمفرده على الرغم من العقبات التي صادفتني، وهذا أمر يجعلني فخور. يا ولدي بنزيما لحقت وين بالريال مادرين ما ويطردو، ومن بعد عاود ولا هو الرسمي، ولا كون ما يلعبش ما يمركوش. مي كان زيدان قاضبها، مشي يفوت والو، فوت نص عام ما كان والو، يعني ولا يقولك صايك وكملو منا وعاود تشك موراها اش هدا ولا. وإن رفض بنزيما إعطاء موعد محدد لتاريخ اعتزاله كرة القدم، وقال النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني: الوقت
سيخبرني بما سيحدث في المستقبل، وأنا بنفسي من سيقرر متى ستنتهي مسيرتي. وبشأن شعوره بالحضور في بلد مسلم مثل السعودية، قال بنزيما: كمسلم عندما تكون في مكة المكرمة تشعر بالسلام، إنه مكان استثنائي وأنا أشعر بالسلام هنا. وبالتزامن مع نشره لهذه الرسائل، فجأة بنزيما عند إعادة فتحه لحساب الأنستغرام الذي أغلقه في الأيام الماضية، جماهير الاتحاد بحذف جميع صوره مع العميد من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي. للتذكير، فإن كريم بنزيما قد انضم إلى نادي الاتحاد الصيف الماضي قادما من ريال مدريد، وخاض مع النمور 20 مباراة ضمن جميع البطولات، سجل فيها 12 هدف ومنح 5 تمريرات حاسمة لزملائه. يقول لك ما دار والو، اي ما دار والو للشيطان، ما دار والو، ما دار منا، ما دار يضرب. ما تقولش بلي ما دار والو، سي علاوي سيكي مرضى. والله ماشي سهلة، هادي تقولو واحد يولي عايلة في جوال ولي هادي ماشي كيفاش تا كيفاش غادي تشوفها، ماهي سهلة خويا. الناس غادي تجي غالطين. أنا نقول لكم على هذيك، نقولوا بلي بنزيما يبقى لاعب كبير، ما يجي يقول لك واحد بنزيما ما شا كان يقول لك بلي بنزيما شا دار، يقول لك على بالك على بالك كاين اللي داز غلطة بزاف، كان يجي بالتالي كيما يقول لك بنزيما شا دار، يا ولدي كي شا دار بنزيما دار، بركونا ما تشكلوها بنزيما شا دار، بنزيما دار دار بنزيما. أنا نقول لكم نعاودها لكم، بنزيما كانت خاصته حاجة برك، كانت خاصته كأس العالم، خاصته كأس العالم. بنزيما كل عب كاع لي كوب دي موند تاعو ما داروش العنصرية معاه مع المنتخب الفرنسي، عنده 4 تاع لي كوب دي موند، وعنده كوب دي موند لي داوها 2018، كان غادي يلبد هو معاهم. وزيد لو كان كان بنزيما يلعب، لو كان بنزيما ديك تاع الباس باس تاع ذاك ذاك اللي خرج باس باس مع الكارديا تاع الأرجنتين، بنزيما فماك تاع كيدير له ولا حبة سردينة، والله لا يدير لها حبه سردينه ويمرقيها. هذه ما قري ما نبغيش فرنسا، بصح انا في طون بنزيما كنت باغي الله غالب. هذه هي هذه هي، بصح كان يخرج بعايلو في بنزيما يا ودي له الشيطان. بنزيما يبقى لعاب كبير، بنزيما لعابين لعابين اساطير تاع كره قدم، دخل في ليستوار تاع بنزيما، داخل في ليستوار تاع كسبوها تاع 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 ريال مدريد، دخل في ليستوار مالهم، دخل في ليستوار تاع ريال مدريد. شحال داي بالكوب دابا بالكوب دورو، شحال داي مع شحال داي بالشامبيونا مالكم، هو دخل في ليستوار على بالكم. كان لي غلط، كان لي بزاف غلط مسكين، كان لي يشوف بلي ودي راه لا تبع لا لي غلط، ماشي غلط ما غلطش انا، تبان لي بلي ما غلطش. العب العب يعني يلعب، ما مشاتلوش مع المنتخب مع النادي تاع السعودية، هذا ما كان ما مشاتلوش برد. الناس كان لي غالطين، كان يقول لك شادر يا ودي خلونا بهذيك تاع شادر، وانت شكون وروح خدم في بلاصتو. هذه الناس ما كاش، هي هذه الناس ما كاش خويا ما كاش. انا نقول لكم والله ما كان، كاين بزاف لي غالطين خويا، حاسبين يا ربي يخليها على ربي.
ما تنساوش عطوناش يا كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. لوشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.